الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية. مدبول يعقد اجتماعا لبحث آلية تعديل حدود الكربون، وكامل الوزير يؤكد أنه سيتم تحديد القطاعات المستهدف خفض الكربون بها. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وحزب الله يقصف مستعمرة كريات شمونة بالصواريخ. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت نشرة مفصلة، مرحبا بكم. دفعة جديدة للعلاقات بين مصر والجزائر بتلك الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى القاهرة ومحادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. زيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور والتنسيق بشأن القضايا والملفات الإقليمية المختلفة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار القاهرة الدولي. حرص الرئيس السيسي على استقبال نظيره الجزائري عند سلم الطائرة التي أقلته، وتصافحا وتبادلا أطراف الحديث قبل أن يصطحب الرئيس السيسي نظيره الجزائري إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي. هذا وقد جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية، وقد عزفت الموسيقات العسكرية بالسلام الوطني لمصر والجزائر. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي للبدء في أعمال البنية الأساسية. وتضمن الاجتماع استعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولى بمنطقة شمس الحكمة داخل ولاية محافظة مطروح، وموقف ما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وهو ما متبقي
من عقود. أيضا يجري العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وخلال الاجتماع أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، وذلك سعيا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. تابع الاجتماع الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، وتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات، وإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط. قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء موقفهم التجنيدي. في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان. وخلال مراسم تسليمهم الشهادات، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم. كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوي الهمم، أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام. حابب أشكر السيد رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل والمستمر لذوي الهمم. حابب أشكر كمان إدارة التجنيد، الحقيقة حاجة يعني معتادة جدا من القوات المسلحة على دعم أبنائها من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية. بيرعونا، بيخدمونا في أي طلب بنخش فيه، بيهتموا بينا، ما تعبناش في أي حاجة، الناس كلها مية مية، والناس على أكمل وجه، مراعين الناس آخر مراعية. ربنا يبارك في الجيش يا رب، وإحنا في ظهر الجيش. تحيا مصر، تحيا مصر. أدان وزير الخارجية بدر عبد العاطي الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المصرية لتكثيف وتيرة وحجم نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. واستنكر الوزير عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى العراقيل التي يضعها الجيش الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن تقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة. جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، شدد وزير الخارجية على ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدي
إلى تداعيات وخيمة تم خلال اتصال لتناول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي حرص الوزارة على تيسير الخدمات والمعاملات القنصلية لأبناء الجالية المصرية. وخلال لقاء افتراضي مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في قطر، أعرب وزير الخارجية عن حرصه على متابعة أوضاع الجالية المصرية هناك، مؤكدا الدور الحيوي الذي تطلع به الجاليات المصرية في دعم مصر، خاصة في ظل ما تتعرض له من تحديات إقليمية ودولية تستدعي تكاتف كافة جهود أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج للحفاظ على المصالح الوطنية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد طائرتين مسيرتين عبرتا من لبنان تم اعتراضهما فوق مناطق مفتوحة. ونقلت صحيفة جورنالين بوست الإسرائيلية عن بيان لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي والأعلى قبل اعتراض المسيرات، مضيفة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا قبيل ذلك سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، متحدثا عن وجود منشآت ومواقع تابعة للحزب. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار سقطت في منطقة بارليف الصناعية، حيث استهدفت مصنعان لمكونات وتجميعات الطيران، ما أسفر عن إصابة شخصين. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن المسيرة أصابت مصنعا تابعا لشركة باز لمكونات الطيران بالقرب من عكا، حيث تصنع مكونات معدنية للطيران للعملاء المدنيين والعسكريين. قال مسؤول مطلع لرويترز إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم في الدوحة. أضاف المسؤول أن الاجتماع يهدف لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ عملية الدهس التي وقعت بالقرب من تل أبيب، ما أسفر عن إصابة العشرات. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية عن الشرطة التي لا تزال تحقق في الحادث قولها إنها تعتقد أن منفذ العملية ارتكبها على خلفية قومية. وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الطوارئ أفادت بإصابة 4 إسرائيليين على الأقل بجروح خطيرة، وأنه تم إطلاق النار على سائق الحافلة وقتله. تستمر قوات الاحتلال في إغلاق المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، وسط تحذيرات أممية من وصول قطاع غزة لأبواب المجاعة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش وحتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ننقل لكم الصورة. قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي تمنع وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية بشتى أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه المساعدات من مساعدات غذائية ومساعدات ومستلزمات طبية بشكل عام، وحتى سيارات أو شاحنات الوقود والسولار والغاز
تمنع دخولهم تماما من معبر كرم أبو سلم. اليوم الرابع على التوالي تدخل الشاحنات من أمام بوابة معبر رفح المصرية وتمنعها قوات الاحتلال من أمام بوابة معبر كرم أبو سلم. هذه الشاحنات حتى إذا دخلت وتسلمتها الأمم المتحدة تمنع قوات الاحتلال الأمم المتحدة من توزيع هذه الشاحنات إما في جنوب قطاع غزة أو وسط أو حتى شمال قطاع غزة المحاصر منذ 3 أسابيع، وتمنع قوات الاحتلال دخول أي من هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة. هذا بالطبع نهج تنتهجه قوات الاحتلال خلال الأيام السابقة في محاولة للضغط على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، إما بالمجاعة والوصول على حافة المجاعة أو حتى التهجير القسري، إما بمنع وصول المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية أو حتى القصف المستمر على الأماكن الآمنة أو مراكز الإيواء أو حتى المستشفيات. لكن المجهودات المصرية بشكل عام مستمرة، إما في يعني تحميل هذه الشاحنات وتجهيز هذه الشاحنات ودخولها أيضا عبر البوابات من بوابة معبر رفح المصرية، أو حتى بشكل آخر في الضغط على جميع الأطراف في المفاوضات للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، أيضا في استمرار يعني الاشتباكات المستمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في رفح الفلسطينية وقوات الاحتلال، وتحديدا في غرب رفح الفلسطينية نستمع على مدار اليوم لهذه الاشتباكات المستمرة بين فصائل المقاومة و أيضا يعني قوات الاحتلال، لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية الدائمة في فتح بوابة معبر رفح المصرية منذ بدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. خامنئي يتحدث عن دراسة الرد على الهجمات الإسرائيلية ويدعو لعدم التقليل من شأنها. قال المرشد الإيراني علي خامنئي على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي، وأضاف خامنئي أنه لا ينبغي التقليل من شأن الشر الذي ارتكبته إسرائيل قبل ليلتين أو المبالغة فيه. وقللت إيران أمس من أثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية، وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنفذ مجموعة من الردود حال سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الأطلنطي لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا. أضاف بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا وستقدم مجموعة من الردود. Очевидно, реалии на земле на линии боевого соприкосновения будут. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد على المحاولة الأخيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لمنح كييف قرضا عن طريق أرباح الأصول الروسية المجمدة. وأكدت زاخاروفا أن كل هذه الضجة حول الأموال الروسية المجمدة لن تؤدي إلا إلى القضاء على بقايا الثقة العالمية بالاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واقتصادي واستثماري. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن بلاده تعمل بنشاط مع شركائها لدعم قواتها الدفاعية على الخطوط الأمامية وتنفيذ استراتيجيات لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. وأضاف زيلنسكي أن روسيا تحاول زيادة إنتاجها الدفاعي من خلال التحايل على العقوبات والتعامل بشكل متزايد مع كوريا الشمالية التي قد يظهر جنودها قريبا في ساحة المعركة ضد أوكرانيا. И тривають контрударні дії наших військових в місті місцевим мешканцям. بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي بتشكيله الجديد برئاسة رئيس البرلمان العربي المنتخب محمد اليماحي. يأتي هذا لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الساحة العربية، خاصة تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
قال رئيس البرلمان العربي المنتخب محمد اليماحي إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى التي تتطلب الآن أكثر من أي وقت مضى جهودا مضاعفة ودورا أكبر، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتهجير قسري على مدار أكثر من عام كامل. ووسط هذه التحديات والأزمات المتشابكة تظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى والتي تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى جهوداً مضاعفة ودوراً أكبر، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتهجير قسري على مدار أكثر من عام كامل في أبشع جريمة ضد الإنسانية عرفها التاريخ. إن البرلمان العربي سيظل على موقفه الثابت والداعم دائماً للقضية الفلسطينية، وسيظل مسانداً وناصراً لشعبنا الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة. انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تناقش القمة التي تستمر لمدة يومين موضوعات رئيسية كالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام، تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى. على مدار يومين تستمر فعالية النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت شعار إعلام يلهم شباب يبدع، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية. الشباب العربي لابد أن يتم إعداده وتسليحه بالتقنيات اللي بتخدم الأهم في الصناعات اللي احنا كلنا بنعاصرها، صناعة الإعلام. النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي العربي كان هدفها الأساسي أو الرؤية الأساسية فيها هو فكرة ترسيخ وجود منصة إعلامية عربية تعبر عن شبابنا العربي بشكل فعال ومؤثر. قدمنا رؤى كثيرة في هذا الاتجاه، وتحديداً أن الإعلام المرجو أو المطلوب أو المستهدف في هذه القمة هو الإعلام الجديد أو الإعلام الإلكتروني. فعالية القمة تتضمن عدة جلسات نقاشية حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى، إلى جانب الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحة النفسية للإعلاميين. الإعلام بيواجه تحدي كبير، طبعا التقدم التكنولوجي صحيح بيساعدكم، ولكن في نفس الوقت الأحداث سريعة جدا جدا وبطريقة حادة، وبالتالي انا بشوف ان انتوا هيكون عليكم الفتره الجايه مسؤوليه كبيره ان انتوا ازاي تعيشوا المجتمع كله في يعني داخل الاحداث. احنا تقدمنا بمبادرتين، المبادره الاولى بان يكون هنالك تاسيس للاتحاد العربي لاصحاب الصحف الالكترونيه والذكاء الاصطناعي، وكذلك قدمنا مبادرة تبني لكل الأفكار الشبابية. القمة كانت مميزة جدا لأن هي يعني ركزت على أن الأعمال المشاركة من قبل الطلاب تكون أعمال لها طبيعة الذكاء الاصطناعي والإنتاج الخاص بالإنتاج، الأعمال اللي بتمس فكرة الإبداع الإعلامي وتكنولوجيا العصر والرقمنة. الإعلام له تأثير سواء كان تلفزيون سواء كان اليوم من منصات التواصل الاجتماعي، الإعلام قادر أن يغير يعني مسار الرأي عربي. قمة والتعاون بين المؤسسات الإعلامية لمناقشة قضايا الإعلام المختلفة، إلى جانب اكتشاف الطاقات الشبابية في الإعلام وتعزيز الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.